من جديد مرحبا بكم في حال البلد، ومرحبا بكم في صالون سودانية 24، ومرحبا بضيفي الفريق أول صلاح قوش. واسم قوش يعني اسم من الشهرة، بحيث لا أحتاج للتعريف بأنه هو نائب برلماني الآن، ولا هو كان المدير السابق لجهاز الأمن. مرحبا بك سعادتك. طبعا ناس الأمن اللي بيشتغلوا في الأمن كلامهم قليل، وانت الآن سياسي، السياسي مطلوب منه يتكلم كثير. كيف قاعد توازن بين الكلام القليل اللي تعودتوه في شغلكم في الأجهزة الأمنية والكلام الكثير المطلوب الآن بوصفكم سياسيين؟ شكرا أولا الأخ الطاهر حسن التوم، وشكرا لقناة صار 24 على هذه السانحة، وآمل أن أستطيع أن أجيب على تلغرافات التي يرسلها دائما الطاهر حسن التوم. رجل الأمن القيادي فيه سياسي، الصفة الرئيسية فيه مفروض يكون سياسي أو عنده فيجن سياسي. هذه واحدة. اثنين، ليس مطلوبا من السياسي أن يكون كثير الكلام. خاطب الجماهير. خاطب الجماهير. ويبين مواقفه. يعني في 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 فيما في توقيتات معلومة، في موضوعات تستحق ذلك، لكن الكلام الكثير ما مطلوب حتى من السياسيين. صحيح رجل الأمن المفروض ما يتحدث كثير، وهذه واحدة من الـ من الـ من القضايا التي أنا شخصيا بحاول أن أجد التوازن ما بين ذلك. أنا سياسي في البرلمان وبمثل قطاع كبير من المجتمع السوداني في شمال السودان، ويجب أن أسمع صوتهم داخل المجلس وخارج المجلس. وما بين أني أيضا يجب أن أكون قليل الكلام، لأنه في جعبتنا كثير من الذي ينبغي أن يكون مدفونا. وهذه واحدة من القضايا التي دائما تؤرغنا ونفكر كثيرا، حتى لما ننزل جاي على البرنامج زي ده بيكون متردد، يفكر 10-15 مرة. في حساسية من الكلام اللي بيقوله صلاح، حتى لو الكلام العادي، الكلام اللي بيجي من الفريق أول صلاح قوش، بتكون فيه حساسية كده. صحيح. لأحداث تلاحقت كثيرة منذ العام 2009 وحتى الآن، ومربوطة بعلاقة صلاح قوش ببعض الموجودين في قيادة المؤتمر الوطني أو في بعض مؤسساته وبين آخرين. وفي الاختلاف في التقييم حول هذا الرجل الذي يعني تقلد مناصب مرموقة وله تاريخ طويل في الإنقاذ، وما أيضا أحيك بعد ذلك حوله بعد 2009. قاعد تقرا كلام كثير عنك، بتستغرب ليه؟ بقرا كلام كثير طبعا، ما قاعد استغرب. اصلا ما قاعد استغرب. شنو؟ واصلا طبيعه الشخص زي انا يتوقع كلام كثير يعني، ولذلك يعني نحن لا نهتم بما يقال. اكثر كلام كده يعني وقفت عنده كده استغربت لك كثير؟ شنو؟ كثير طبعا اللي استغربت له، الذي يرد في الاسافير وفي الونسات وفي ذلك يعني لا أهتم به كثيرا، ولكن الذي أهتم به كثيرا هو المتداول بين الذين عملت معهم فترات طويلة. هذا هو الذي بحكم أنهم بيعرفوك يعني. هذا بحكم أنهم بيعرفوني. شعر بأن صورتك يعني ما هي الصورة الحقيقية أو صورة مشوهة عند الجمهور العام؟ أبدا. الجمهور العام بدأ يعرف من هو صلاح قوش، وهنالك صورة يحاول بعض المعارضين أن يرسموها لصلاح قوش، ولكن الذين احتكوا به يعرفون من هو. وكل ما كل أنا 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 مربوط بالمجتمع بالمناسبة، أنا أكثر زول في الـ في الـ في, الـ في الإنغاز أتيحت لي فرص أن أرتبط بالمجتمع السوداني، كثيرين لا يعرفون ذلك، كثيرين لا يعرفون أنني كنت على علاقة بكل رموز المجتمع في كل السودان، يعني أكاد أكون أكثر قيادة في الإنغاز التقيت بقيادات مثلا قبيلة الزغاوة
العموديات الثمانية كانت عندي علاقة مباشرة معهم وبلاقيهم وبيجوا لي وبيمشوا لي. طيب شغلك لكن؟ ما خلاص يعني في 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 الفرصة دي اتيحت لي. يعني هسه أنا لو كان قالوا لي وأنت في الجهاز قالوا لي صلاح قول دارك ما بكون بنوم الليل مثلا، بقول داير مني شنو؟ لا كثيرين قاعد أقول لهم تعالوا في واحدين بناديهم الساعة 2 صباحا مش عشان نتفاكر ونتدارس، ولذلك زي دار ما أقول لك إنه لو مشيت أي كتل بشرية في السودان أنا كان عندي معهم تواصل بحكمي تكليفي يعني، ولذلك القوى الاجتماعية الحقيقية بتعرف من هو صلاح. في صورة عن صلاح انه رجل قاسي. قاسي؟ قاسي يعني. ربما القسوة ارتبطت بالمؤسسة. ربما ارتبطت بالمؤسسة. والمؤسسة ضرب عليها إعلام كثيف في أنها مؤسسة قاسية التعامل مع الآخرين أو مع الخصوم، وربما يمثل صلاح قوش رمز لهذه المؤسسة. يعني أصلا الناس لما يتكلموا عن الأمن ومؤسسة جهاز الأمن بيصوروا صورتي طوال، بيصوروا إنه بس صورة صلاح قوش ده هل الأمن أو أنك اجتهدت تحسن الصورة دي تحت الجهاز ولا جبت ناس الفنانين؟ لا ما خلاص الجهاز أصلا صحيح، دي واحدة من الرسائل التي عملنا على محاولة تغييره، ودي كانت سياسة نجحته لحد كبير لحد كبير. آخر مرة بكيت فيها فين؟ جماعاتك نزلت كده. والله لي فقدان عزيزين كثيرين، مرات الزول بفقدان مرات انا بيفتكروا الدموع دي ضعف بالذات لزول فريق اول لا لا بيفتكروا الدموع ضعف يعني ما المفروض تتشاف. والله عندك مشكله انه دموعك تتشاف في القضايا العامه يجب ان لا تكون هنالك دموع، ولكن في العلاقات الانسانيه الخاصه اللي يكون الانسان ما بشر ما عنده عواطف، في ناس بيخش يقفل الباب عليهم، انت من النوع ده؟ يعني لو دار جاته شعر انه دمعته جاته بيدار اكيد ويخش يقفل الباب عليه. لا ابدا بقفل الباب على روحي بس يعني مثلا يعني ما تحصل ها؟ بقفل الباب على روحي انها ما تحصل. في ناس شافوك بتبكي؟ ربما في يعني مثلا مرات في محلات عامه مرات الزول دموع بتنزل في بعض المحلات. تتذكر؟ بتذكر يعني مره مثلا في لقاء عام مع العساكر كنا بنعبي فيهم وبنتكلم عن الشهداء، وكنت بسرق في الاسماء بتاعت الناس اللي استشهدوا، كان يعني كنا نحن في 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 نفس الميدان واستشهدوا جنبنا ودفناه وكده يعني في 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 لحظات زي دي زول مرات يعني يتذكر هؤلاء وتصيبه شيء من الحزن الشديد والألم الشديد فتنزل الدموع، ولكن الواحد يتداركها ويتجاوزها. حصلت يعني مثلا الناس قالوا كيف قدر صلاح قوش يعتقل شيخ حسن؟ هو طبعا الأمن ما فيه عواطف. كيف نعمل الحكاية؟ انا اعتقلت شقيقي الأكبر. كيف الكلام؟ يعني حصل في بداية الإنغاز كان ضمن الكشف الموجود انه يعتقلون الناس انه كان منتمي للحزب الشيوعي وكان قرار اعتقال السياسيين، كنت واحد من الذين عملوا ذلك، اعتقلناه لمده عام. لكن اعتقال الشيخ ما قرار دوله، وطالما هو صحيح كثيرين ما في ناس برضو ترددوا في ان يفعلوا ذلك، لكن طبعا في القضايا زي دي يجب ان تضع عواطفك في ثلاجه. لما قابلته بعد ذاك قابلته كيف؟ قابلته عادي جدا، مشيت زرته في البيت، وهي صحيح تمت بترتيب يعني فتره طويله جدا، انا ما كان منذ المفاصله ما حصل يعني التقينا وجها لوجه. اتلاقينا المرة الأولى أول من بعد انقطاع طويل في عزاء شقيقه عبد الحليم
مشينا على الزينة وجلست إلى جواره وبدينا نتكلم لمدة 5 دقائق وخرجت. في بعض الإخوة في المؤتمر الشعبي كانوا حريصين إنه أنا أكون أقعد جنب الشيخ في العزاء ده، فنادوني مخصوص وقعدوني جنب. طبعا إنه ما بيحب بكنة الشعبي. والله ما صحيح الكلام ده. هذا ليس صحيح. يعني ارتبطت عندهم المفاصلة، الاعتقالات، كلها ارتبطت بك يعني. لكن كلهم كانوا يعلمون أنني كنت أقوم بواجبي كمسؤول من مؤسسة ولازم أعمل كده. كان غرض سهل. لكن العلاقات الشخصية بيني وبينهم ظلت متواصلة. كان قرار سهل بالنسبة لك؟ تشوف حسن ترابي ما كان صعب. كان قرار سهل ما صعب. ما كنت بتعتبره التطور يعني؟ كان القضية بالنسبة لنا واضحة، وكانت رؤيتنا واضحة جدا إنه الدولة في تحدي الآن يواجهها، وفتنة الآن بدأت تبرز. كثيرين طبعا نأوا بنفسهم عن الفتنة وانزووا، وكثيرين ترددوا، لكن أنا شخصيا كان قراري أو كانت رؤيتي إنه الفتنة يجب أن توقف في مهدها، تقتل في مهدها. بالسجن؟ لا بالمواجهة. يعني ما هي معركة، المفاصلة كانت معركة. وكانت قناعاتي الشخصية إنه الدولة مهددة بهذا الحدث، وهذه فتنة كبرى ستصيب كل المنقسمين، ولذلك يجب أن نقتل الفتنة في مهدها. الدولة يجب أن تقوم بواجبها لحماية الدولة كلها. ولذلك يعني كانت التصرفات مبررة، واتفق معي عدد من الذين يعملون في هذا المجال. صلاح قوش قال 90% من المعلومات اللي بتجي في تقارير الأجهزة الأمنية بتكون صحيحة. هذا صحيح. قلت الجماعة زعلوا منك. نعم، بس الأجهزة الأمنية بيكونوا زعلوا من الكلام ده ولا لا مش ما زعلوا، هم ذاتهم عارفين الكلام. أنا قلت 90% من المعلومات اللي بتصل الجهاز بيكون 90% منها فولس، لكن الجهاز بيحاول أن يصل للـ10% الصحيحة ويعمل بها أكشن. يعني مش كل المعلومات اللي بتجي الجهاز بيعمل بها أكشن، بيعمل بما يتحرى وفي بروسيس طويل جدا يستخلص منه المعلومة اللي يمكن أن تكون أقرب للصح شنو يشتغل بها. كم قرار خاطئ زول اتخذوا بمعلومات خاطئة مرة عليك؟ والله لا 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 أستطيع أن أذكرها وأحصيها، لكن ليس هنالك شخص معصوم أو مجموعة معصومة. في وقتها القرار بيكون صحيح، في وقتها بالمعطيات اللي قدام الزول القرار بيكون صحيح، لكن ربما في 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 وقت آخر الناس يجوا يكتشفوا إنه في كانت بعض الحيثيات المفقودة خلت التقدير يكون ما صليم 100%، وبعدين ما في خطأ 100% وما في صواب 100%. يعني دائما الناس بيحاولوا أن يتخذوا القرار الأقرب لأنه يكون صح. ما في زول بيجزم إنه ده صح 100% وده خطأ 100%. هسه الآن كده من تعاين كده شنو؟ نعم؟ من تعاين الآن التجربة يعني أو التاريخ ده؟ التجربة السودانية والتجربة بتاعت الجهاز، التجربة ياتها؟ لا، تجربة صلاح في اتخاذ بعض القرارات، ياتوا قرار بتفتكر إنه كان ممكن تتأنى ما تتخذه؟ والله لا يعني لست نادما على أي قرار اتخذته. كان خطأ ولا صواب؟ لما اتخذته كان في رأيي هو القرار الصائب. لا، ما بتفتكر إنه حتى مش لو ندمان يعني، بتفتكر إنه لو رجعت ما بتاخذه تاني؟ طبعا من الخطأ أن تقيم قرار قبل 10 سنة بحيثيات اليوم. طبعا لا تستطيع أن تقول إن القرار ده كان خطأ بنفس بحيثيات اليوم، أنت اتخذته بحيثيات قبل 10 سنة. ولذلك أنا في تقديري القرارات في وقتها بالحيثيات الموجودة فيها كانت صحيحة. في حاجات قاعد تقول سبحان والله لو كان يعني قدر لنا ما كنا عملنا، ما كانت عملت. ما قلت كده. ما حصل قلت إلا أنت استدار تقويني الكلام. لا ما أقول لك، كيف أنت قاعد جنبي؟ زول ما بقوله قدام.
لسه بتشرب سيجار كثير ولا خففته؟ والله لسه بدخن، كان في طريقه هسه في الصندوق ده ولا عليه. رغم انه صحتك ما بتحتمل التدخين الكثير. والله شوف صحيح التدخين معظم الاطباء بيقولوا ذلك، لكن قناعتي كالاتي: التدخين ضار ليس مطلقا. التدخين ضار لبعض الاشخاص الجينات عندها، كل زول عنده جينات عندها تركيبتها الخاصه، زي زول عنده بصمه مختلفه من الثانيه، الجينات بتاعتي مختلفه من الجينات بتاعتي. في بعض الناس السجاير ده اصلا ما بأثر فيه، وفي ناس سجاره واحده ممكن تجيب خبره. وده كلام طبيب كان بيعالجني في بريطانيا. انا مشيت اتعالجت، اخذت لي عملت تشيك اب في بريطانيا. نعم مشهوره معروف. طيب سالته عن السجاير، اوقفه ولا ما اوقفه؟ قال لي ما توقفه لكن قلله. قلت له كيف يعني؟ هل هو ضار بيك ولا ما ضار بيك؟ فقام قال لي الكلام اللي قلت له، انه التدخين ليس على اطلاقه مع اي زول بيجيب خبره. في بعض الناس لو شربت 40 سيجاره ولا 50 سيجاره ما بأثر فيك. كادر الحركه الاسلاميه صلاح كوش كيف بيشرب سجاير؟ هو طبعا ما في تعريف وستاندر كده لكادر الحركه الاسلاميه، المفروض ما يسجر، المفروض ما 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 يتكلم يعني، ما 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 يقول يعني، ما يتونس زي يعني، ما في ستاندر كده مكتوب انه ده كادر الحركه الاسلاميه. طب ما في تعريف وفي شروط تنطبق على كل شخص ليكون هو كادر الحركه الاسلاميه، وما في شرط من الشروط انه الزول بيسجل ما يبقى اخو مسلم. لا لا كيف عاد؟ يا اخي كان للشعب يتكلموا فيه ناس حسن البنا، يعني على الاقل بيفتكروا انه ما قال السجاير ده لا لا مكروه، على الاقل الحد الادنى مكروه، الحد الاعلى في ناس بيفتكروا حرام. نحن كنا في الجامعه بنسجل وما في زول قال لنا الحكايه دي بتمرقكم من العضويه الحركه. ولا وحتى الان ما نصحوك؟ نصحونا كثير طبعا، وقدامنا قاده كتار كانوا نحن طلبه كانوا بيسجلوا. زي منو؟ كثيرين، ما في داعي يشيل حال الناس يعني. وده يعني شرب السجاير شيل حال؟ لا ما يعني في ناس كثيرين بيشوفوه شيل حال. طيب وهو عاده سيئه يجب الواحد انه يخليها حتى كان ما ضرر. التوتر والقلق. نعم. توتر كثير؟ ما كثير، لكن في بعض التدخين ذاته مش شو من التوتر. التدخين هو بيعمل ريلاكسيشن، ما بيعمل توتر. ما بيعمل توتر؟ لا نتيجة للتوتر يعني تشرب طلع التوتر بتاعك يعني. مش بتطلع، بت 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 بتحاول تقلل التوتر. اي خلاص النتيجة واحدة، تقلل التوتر. والتوتر درجات، احنا طلبة كنا بنسجل كويس، مرات انت في ايام الامتحانات بتكون متوتر تحاول التدخين بيحاول يعمل لك ريلاكسيشن. طبيعة المهنة مش فيها توتر وقلق كثير؟ صحيح، لكن ليس العلاج لذلك هو انك تدخن يعني. لا عموما بتكلم عن انه انت التوتر ده بتتعامل معاه كيف؟ القلق ده اللي هو بيهد الاعصاب يعني، غير السجاير. الانسان بطول المدة وبالتعود على الستريسس والضغوط بيكون يتعود، انه حالات كثيرة يجب ان تكون بارد. اذا كنت عرضة لأنك تتوتر بسرعة بتتصرف غلط. ولذلك من أولى المهام أو المواصفات المفروض تتوفر مش في القائد بتاع المؤسسة زي دي، حتى في العضو العادي، إنه يكون بارد جدا. يكون أنت بارد؟ لحد كبير. كنت بتساهر كثير في المكتب، تطلع الصباح نقول من المكتب. صحيح. بعد إعفائك من المنصب كنت تمام، يومك بيبقى كيف؟ شعرت بفراغ كبير؟ الـ 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 ابدا، طبيعه بتاعت الـ 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 الجسم تعودت على هابت صعب جدا تغيره الا بعد زمن طويل. وما زلت هسه بنوم متاخر جدا، بقرا كثير جدا، بستفيد من الوقت ده في القرايه. الايام الاولى كانت صعبه عليك؟ تحول الانتقال المفاجئ في برنامجك من برنامج الى برنامج؟ صحيح، كان في فراغ لكن مليته بقرايه، مليته بانشطه اخرى وهكذا. كان قرار الاعفاء مفاجئ لك؟
نعم. ليه؟ أنت رجل بتاع جهاز أمن تتوقع كل شيء. صحيح، ما هو القرار ما كان قرار عادي، أنا ما خرجت بالطريقة العادية اللي بيخرجوا بها الناس. خروجي كان بطريقة غير عادية، كل الناس عرفوا ذلك. ومش كان مفاجئ لي، كان مفاجئ ليك أنت ذاتك. هل كان في مؤامرة؟ نعم. وإن كان الحديث عن هذا الملف أنا ما داير أتحدث فيه. قرار اعتقالك كان مفاجئ لك؟ بمعنى انه انا عرفته قبل ما اعتقل بست ساعات. ما كنت متوقع انه يعتقلوا؟ ما كنت متوقع. ليه؟ ما في حد يخليهم يعتقلوني، ليس ما يدعو الى اعتقالي. إذا كان قرار إعفائك من الجهاز كان مفاجئ لك، قرارك في إعفائك من المستشار برضو كان مفاجئ لك؟ برضو كان مفاجئ. ليه؟ لأنه تبنى على معلومات وتصورات غير صحيحة. ما كنت متوقع أن الأمور تصل للدرجة دي؟ ما كنت متوقع، ولا في زول كان متوقع، ولا اللي اتخذوا القرار متوقعين. كيف؟ ما انت بتسالني. لا، كيف القرار المتخذ وما متوقعين؟ هم اتخذوا القرار. ما هم بنوا هذا القرار على حيثيات ما صحيح. اعداء كتار؟ ما كتار. تفسر انه اللي بيتم ده كله مؤامره ولا بس معلومات غلط؟ هذه طبيعه العلاقات في التركيبه الغائده بطبيعتها. الان كده انسى صلاح غوش، عايل لماذا يجري؟ كل الناس عارفين شنو الحاصل يعني في العلاقات البينيه. قصدك انه في صراع بتاع مراكز قوة؟ والله في، ما بقول في صراع بتاع مراكز قوة، لكن ممكن تقول في وجهات نظر يتمحور بعضها حولها بعض الأشخاص ويحاولوا أن يخدموها بطرق غير مؤسسية. اشرح لنا. هذا يكفي. ما فهمته. المشاهد بيكون فهم. انت طموح اكثر مما يجب، ولهذا في ناس بيخافوا من صلاح. والله هذا تصور بعض الناس. هذا تصور بعض الناس. وانا لست طموحا اكثر مما يجب، والطموح شيء مشروع عند كل زول يعني. اي زول ما عنده طموح وهدف يسعى لتحقيقه يكون انسان جامد وساكت. شنو الطموح او الهدف اللي انت بتسعى لتحقيقه؟ انه البلد دي تكون عايشه في امان، تكون مستقره. طموح عام يعني، ما حاجه عامه، انا بتكلم عن حاجه شخصيه. حاجه شخصيه، ما عندي طموح شخصي زي ما بقولوا انا داير ابقى رئيس يعني. الكلام ده زي نونسنس، ده كلام فارغ ما صحيح. ليه؟ ما عندي ما راودتك؟ ما راودني هذا الهم اصلا. يوم ركب صلاح غوش طياره الى الولايات المتحده الامريكيه، نعم، والتقى بضباط والمخابرات بتاع السي اي، نعم، البعض كان يقول انه صلاح يعد نفسه ليقول رئيس الاسم. كيف؟ ما دي زياره عاديه. انا مش مشيت الصين لقيت مدير المخابرات وزير الامن، مشيت بريطانيا لقيت مدير السي اي الام اي 6 والام اي 5، مشيت روسيا لقيت مستشار الامن القومي الروسي، مشيت العالم العربي ده كله بلاقي الوزير الاول، مشيت فرنسا لقيت وزير الداخليه، لقيت مدير الامن الداخلي الدي اس تي، ومشيت مدير الامن. في اي بلد بتمشي بتلاقي طالما انت مدير مؤسسه امنيه بتلاقي القاده في المؤسسه الاخرى يعني. هذا شيء عادي يعني. البعض بيكون غير عادي انك تمشي وما تلاقي مدير المؤسسه. البعض يعني
ربما استغل لظروف العداء اللي كانت بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الزيارات؟ البعض يهتم، بعض الناس اللي ما بيحبوا صلاح يعني، قلت لهم ماكو تارديف. والله شوف كثيرين نسجوا من خيالهم، لكن الزيارة دي زيارة رسمية مبرمجة مجازة حتى من قيادة الدولة، ونوغشت في اجتماعات قبل ما أسافر عن إنه شنو يقال وشنو ما يقال، يعني ما كانت من خلف ظهر الدولة ومؤسساتها، زيارة رسمية مبرمجة معروفة من وقت، وزودتها بكثير من النصائح والآراء قبل ما أسافر يعني. علاقتك بعمر سليمان كانت قوية للغاية. كيف انتقلت من العداء؟ انتقلت لأنه في عهدنا شهدنا التحول في تبديل العلاقات بين القطيعة إلى التعاون، وحتى إنها تمشي إلى أقرب إلى التحالف بين المؤسستين، رغم أنه كان في الاتهام بمحاولة نعم، ولكن حسن مبارك صحيح، ولكن كان هذا هو المدخل لأن تنقلب العلاقات بينه وبين مصر. كيف تبقى ناس متهمين بالاختيار بدليل علاقة تنتهي للتحالف؟ شنو الكيمياء يعني؟ ما لأنه الحقيقة إنه كانت واضحة عند عمر سليمان وكانت عندنا إنه السودان ما عنده علاقة بالحدث. رأي شنو في كلام الشيخ حسن؟ الكلام بتاع الشيخ حسن ده رأيه، لكن دي ما الحقيقة اللي أنا بعرفها. ده رأي الشيخ حسن، ما أقدر أعلق عليه. لكن هذه ليست الحقائق عن الحادثة. الحادثة المصريين عندهم معلومات كافية عنها، والأسيوبيين عندهم معلومات كافية عنها، والأمريكان عندهم معلومات كافية عنها، والأبطال هذه العملية تم إلغاء القبض عليهم في مصر قبل سنوات، وكانوا موجودين من عمر سليمان، وهو عارف الحقائق، عارف إنه الحكومة السودانية ولا أجهزة الأمن ولا رموز النظام عندهم علاقة بالحادث، هو عارف الحقيقة دي يعني. وده الكلام الدار بينه وبين عمر سليمان في المواجهة الأصلا نحن بدينا فيها عشان ما نقلب هذه العلاقة. بدينا بالحدث ده ذاته. كويس؟ وأنا قلت له يا أخي الحدث ده عملوه الجماعة ديل كده 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 من وراء ظهر الحكومة، كان رأينا فيه كده، كان رأينا فيه كده. إذا كلامي غلط جيب الجماعة ديل عندك، أنا عارف إنه قبضوا. جيبهم قدامي هنا، الكلام ده في مكتبه يعني. ولذلك كانت هذه هي بداية إنه فعلا نحن نبدأ نتعامل بشفافية وبوضوح وبصدق. أصله مشكلة المصريين طوال العهد هل كان سبق في إنه نحن نبدأ نتعامل معهم كان ما في وضوح، كان بيفتكروا إنه ما قادرين، ما في وضوح وما في تعاطف وشفافية بين المؤسستين. ولذلك لما نحن بدينا شفافين جدا في العلاقة معهم، ودي البنت الثقة بيننا وبينه. ونفس الاتيتيود ده حاولنا نعمله مع الليبيين يعني، برضو بعد ما خلاص نحن مشينا في بدأت الثقة بنت بيننا وبينهم، مشينا للليبيين بدينا بنفس الطريقة نحن نبقى شفافين يعني. أتذكر أنا مثلا موسى كوسا الله يطرب الخير لما بدينا في إن نتكلم يا أخي نحن دايرين نشتغل مع بعض وكذا، قال يا أخي أنا دايرك بدءا المجموعات اللي كانت بتجينا هنا من السودان وكذا كيف نحن نضمن إنه أنتوا ثاني ما أدري. قلت له يا أخي نحن قلنا لك ما في زول بيجيك ولا قاعد نرسل زول وكذا، و قال لي في ناس بيرسلوا الناس ديل منكم. قلت له ما في زول، لو في زول بيرسل الناس ده بيرسلهم انا يا عمر يا موسى، لو في زول اصله قاعد يرسل لكم الناس زي ديل الحكايه دي هذه سواء لو حاصله، لكن ما حاصله. انا قدامك الحكايه دي بقول لك ما في حاجه زي دول بتحصل ولا كذا. فدائما الوضوح والشفافيه في التعاطي مع المؤسسات زي دي هي اللي بتبني الثقه، وهي اللي بعد ذاك بتعمل الانقلاب في الشك والتردد. يعني عملت علاقات مع السي اي لكن السودان لم يقبض الثمن. نعم العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، الكلام ده اظن اتقال لك كثير يعني. اتقال كثير، قدمت معلومات
ناس اتهموكم انهم قدمتوا بشر نفسهم يعني. ما صحيح ده كله كلام ده كله. وقال والمقابل لم يكن شيء حتى اليوم نحن نتكلم عن العلاقات السودانية الأمريكية. طيب ما خلاص العلاقات السودانية الأمريكية لم تتقدم، مش لأنه التعاطي أو التعامل مع بين المؤسسات دي كان فيه مشكلة. القرارات الأمريكية تجاه السودان قرارات سياسية مسيسة. الأجهزة الفنية اللي بتقيم العلاقات والتعاطي والتعامل بين المؤسسات دي لعشر سنوات قاعد تقول إن السودان تعامل مع الولايات المتحدة في الملفات المفروض يتعامل معها بيرفكت، وفي لعشر سنوات بيقولوا إن السودان ما عنده أي علاقة بالإرهاب ولا بيدعم الإرهاب. الحقائق دي منشورة في تقارير السنوية بتاعة الخارجية الأمريكية، كل سنة بكتبها إن السودان الآن ما بيدعم الإرهاب وهكذا. فالمؤسسات الفنية عملت الكليرنس للسودان من فترة طويلة جدا، لكن السياسة الداخلية في داخل الولايات المتحدة هي التي تؤخر السودان يرفع من الرغبة بتاع الدعم الإرهاب. ليه؟ لأنه قضية السودان أصبحت قضية مربوطة بمجموعات ضغط مختلفة وظفت أو وظفوها الآخرين لمحاصرة النظام في السودان. ولذلك الإدارة الأمريكية لما تجي مثلا في الانتخابات أو في كذا لما تعمل لها قضية لما تجي تدرس إنها حترفع العقوبات من السودان استوفى الشروط التي يجب أن يرفع من القائمة، لكن لما نجي لمتخذ القرار ويكون قدامه إنه هو حيرفع العقوبات من السودان، الحكاية دي هم كإدارة وكحزب حاكم حيكسبوا شنو منها وحيخسروا شنو منها. مجموعات الضغط بتكون ضغط عليهم إنه السودان بلد سيء عمل خلاص هم شالوا الدار إنه ما خلاص يعني مش شالوا الدار إنه مجموعات الضغط السياسي الداخلي بتضغط على الحزب الحاكم أو على الإدارة في إنها لو رفعت اسم السودان من القائمة حتدفع فاتورة في صندوق الانتخابات الجاي. ولذلك متخذ القرار بيشوف إنه تبرير ما في سبب ما في سبب إنه تبرير لهم. الناس بيسألوا عن إنه أنت ثمرة التعاون دي أنت ثمرة التعاون دي والسؤال ده امتد للجنوب برضو لا. كذلك ثمرة التعاون بالنسبة لنا في السودان كفكفت مخاطر كثيرة جدا كانت يمكن أن تحدث للسودان لولا هذا التعاطي لولا هذا التعامل. الإدارة الأمريكية في وقت من الأوقات كانت بتفكر بضراعة عندها مشكلة في العراق بتمشي طوالي تدخل العراق تضرب، عندها مشكلة في أفغانستان وهكذا. فنحن في من كوادر الحركة الإسلامية كانت بتهتف أمريكا وروسيا غدنا عذابة؟ أي طبعا. الشعار ده لقاك كيف وتمشى على السياية؟ ما الشعارات دي هي كنت مقتنع بيه أمريكا روسيا دهنا عذابها زي ما زمان كنا مقتنعين بجامعة حرة ولا جامعة، كنا في الجامعة بنقولها. فمرات الشعارات نحن بنقولها ما بنفكر فيها كويس. يعني هسه مثلا لو قلت جامعة ما ممكن تقول جامعة حرة أو لا جامعة، يا تكون في جامعة حرة وما في جامعة كله. أنت براغماتي. أي نعم نحن واقعيين وعمليين. انت يا اخي قلت لي انا داير الحلقه دي بالله لاقيته داير اسالك من حميد جايك لحميد جاي نسال على هل هذا عمره طويل هسه انت تسالني طلعت من الموضوع انت طيب ده ما موضوعنا جينا لا لاقيت انت داير تسالني قلت من نوري حذرك عن نوري جاي لما تجيني الموضوع بتاع المؤسسات ده خلي ده ما موضوع طيب لاقيت بلادي لا ما بجاوبك ده ما موضوع الحلقه طيب هذا لقيت كارلوس لقيت حميد انت قلت لي انا اصلا عن حميد انا انت ما تصبر علي ساعه انا من جايك لحميد ما تطلع عن الموضوع طيب الحلقه دي موضوعها ان تكون خلاص حسيت ما عنده علاقه بالمؤسسات ما عنده علاقه لا انا اتكلم عن علاقه صلاح قوش صلاح قوش من نوري صاحب حميد طيب. قلت لي انا اسالك لا حلقه الواقع التاريخي ده كله جاي لي ده جاي لحميد جاي للبلل ده موضوعنا جاي لي ده موضوعنا كله جاي ده موضوعنا لك ما موضوع اسال سؤال ثاني ما تسأل في موضوع أسأل سؤال ثاني طيب. سؤال واحد إن جاوبت جاوبت لصالح المشاهدين يعني طيب تفضل التقيت ببن لادن
شنو يعني سؤالك؟ التقيت به يعني في السودان هنا؟ كثير التقيت به، لكن ده ما وضع الحلقة. طيب خلاص مش هنقدر الإجابة، إن انتفيت بالإجابة دي أسأل السؤال بعد. كارلوس كيف قاعد تعاين لها وأنت صرحت يعني؟ يعني ده موضوع، ده موضوع مصروح يا الطاير حسن التوم. نعم أخليه يعني السؤال ده؟ خلي الحلقة دي. أنا ما جاي للحلقة دي، أنا طيب ما جاي، أنا ما جاي أتكلم. تمشي قدام. طيب. أن تكون نائب من، أن تكون عشت في بورسودان وتكون نائب من نوري، نائب من المروي، كيف قدرت تعمل انتقال؟ يعني الناس كانت تفهم انه ممكن تنزل انت في بورسودان لانه عشت في بورسودان. انا بفتكر انه ممكن بكره ترشح في نياله. شنو الغريب؟ يعني اختيار مروي كان اختاروا ناس مروي. ناس مروي هم جو قالوا نحن دايرين فلان ده نرشحه. لكن بالنسبه لي يعني ممكن ترشح في بورسودان، ترشح في مروي، ترشح في نياله، ممكن ترشح في الضعين. الوداك بورسودان شنو؟ ودتني زي ما انت الوداك الخرطوم شنو؟ انت جابك هنا شنو؟ طيب انا لو كان الحلقه معي كان جاوبت لك. خلاص الحلقه مع صلاح قوش. الاجابه وداكم الاجابه كأسرة. الاجابه الوداك اللي بيخلي الناس يمشوا من مروي زي ما الطاير حسن التوم قام من هناك جقعد هنا، احنا قمنا من هناك مشينا بورسودان. يعني الاسره الهجره الداخليه دي، الهجره الداخليه دي الاسره كلها هناك ولا ما زالت موجود منها جزء موجود في البلد؟ في جزء موجود هناك وفي جزء موجود في. انت ما في سبب خاص وداك؟ انا مشيت مع الاسره، نحن اطفال ساقونا ودونا. يعني مشيتوا ك ايوه عادي. كنت قاعد هناك مع اسرتك ولا مع خالك؟ في فتره من الفترات قعدت مع خالي، لكن بعد ذاك اتكاملت الاسره وبقيت قاعد مع الاسره. علاقتك بنوري جاد بعد بمروي بعد مروي بعد انت ما بقيت مستشار. ناس كتار قالوا يا اخي ما صحيح الكلام ده، انا نوري دي قاعد امشيها كل سنه. قالوا طفل، قالوا يعني فريق اول صلاح ده مع حاجه كبيره، الخليه يبقى يمشي نايب دايره صغيره. لا لا ما صغيره، ما هو نايب دايره، كان موري دايره، كان بنقله دايره، كان الصحافه دايره، ما دايره يعني. الدايره لا يعني في خصوصيه الناس ما بيعانوا برضه سعادتك الكلام، انا اقول جدل السياسي يعني الناس بيفتكروا برضه انه جزء من الحاجات ظلت في السودان ده هو الاهتمام بالقبيله. القبيله، هل في لحظه صلاح فتش عن القبيله؟ عشان كده مشى مروي؟ مروي دي ما فيها قبيله ذات. مروي كمحليه مروي ما فيها قبيله واحده. كيف؟ فيها قبائل كثيره جدا. فيها مناصير وفيها ضناقله وفيها شايقيه وفيها بديريه وفيها حسانيه وفيها هواوير وفيها الغالب. مناصير. الغالب عليها. فيها ما بقدر اقول الغالبيه منه هسه. يعني فيها هواوير هسه اغلبيه. الهواوير هسه اغلبيه في مروي وفيها مناصير. وفيها مختلف القبائل. علاقتك بحميد؟ علاقتي بحميد ده موضوع الحلقة. انت حميد شيوعي؟ حميد عنده علاقة بالحزب الشيوعي، كان عنده علاقة بالحزب الشيوعي. كان؟ اي نعم. من بيتين بتعرف حميد؟ من بدري. مين كان موظف في هيئة الألمان البحرية في بورسودان؟ وانتماءاته دي كانت المرحلة دي من بدري، من بدري. وعلاقته بك ما تأثرت بالانتماء؟ لا. انت في بيتكم في شيوعيين برضه؟ ايوه عادي. كنت تعاين الاختلافات دي كيف اللحظة دي؟ عادي جدا. كنت تكون انت شيوعي وانا اكون اخو مسلم وده يكون حزب امة حكاية عادية. ما انا عادت الزول في راسي يعني. تقرا لمحمود محمد طه؟ قريت له. اللي بيعجبك شنو في محمود؟ جرأته. سياسته مجال تحديدا. جرأته في يطرح رؤيته حتى لو كانت غلط ويدافع عنها. قابلته؟ لا. قعدت مع من الجمهوريين؟ بمعنى الكوادر الجمهوريين اللي لقيتهم؟ جلسة في حوار، جلسة في نقاش، جلسة اجتماعية. ايوه. يا نوع من الجلسات. جلسات النقاش طبعا. ما حصل قعدت في ذول ناقشت الفكر الجمهوري من الجمهوريين. قريت شنو لمحمود؟ قريت الرسالة الثانية من الإسلام وكتب كثيرة، رسائل كان بيطلعها دي كلها قريناها. تتعامل به كزول زنديق يعني أو زول خارج عن الخط الإسلامي ولا زول جريء؟ زول جريء طبعا، لكن هنالك انحرافات في بعض رؤاه في وجهة نظري.
كنت بشوف انه بعض اطروحاته خاصه المربوطه بالعقيده فيها انحرافات. قريت شنو كتب الشيخ حسن التراث؟ قريت الايمان وقريت المراه وقريت قريت كثير. ما كان بيعجبك برضه جراته؟ الشيخ حسن ايضا كان جريء في طرح افكاره. وتقديري انه الشيخ حسن كثير من اراءه ما قالها. كيف؟ عنده اراء كثيره جدا مرات ما قالها للعامه. كثيره ما قالها للعامه. طيب شنو بيعجبك من شنو وجه الصله بين دكتور الترابي وبين محمود؟ ما في صله في الافكار، ما في اي حاجه؟ ما في صله. ما في اي حاجه على مستوى الافكار؟ في تقديري ما في صله. بتحب الشعر؟ خالص. حافظ؟ بعض الشيء. شنو بتتذكره من الاشعار الحافظ يعني؟ خلينا نمتحن اذا كنت كمان تقول لي برا الموضوع. كمان تقول لي قول لي كمان برا الموضوع. جوا الموضوع هذا جوا الموضوع. حفظته كثير والله. حفظته يعني خلينا نمتحن ذاكرتك. حفظت بعض المعلقات، بعض الابيات من المعلقات، حفظت بعض شعر حميد. قريت للمتنبي كثير، قريت لابو فراس الحمداني كثير. كل بيت بتقيف كده قدامه. قريت يعني حفظت شعر كثير، مرات ما بحفظ القصيده، بحفظ بيت او بحفظ شطر بيت. في وقت من الاوقات كنت مهتم جدا بتطوير اللغه بتاعتي، اللغتين يعني، في وقت من الاوقات اهتميت جدا بتطوير اللغه الانجليزيه واللغه العربيه. ولذلك كنت بقرا شعر كثير وبقرا نثر كثير وبقرا ادب كثير وبقرا انجليزي كثير لتطوير لغه الكوميونيكيشن بيني وبين الناس. الزول اذا ما كان عنده لغه يتخاطب بها مع الاخرين الناس ما بتقدر تتعامل مع العالم ما لم يكن لغتك عندك لغه تقدر تخاطب بها الاخرين. ممكن عشان كده في فتره من الفترات حفظت الحكايات كثير، لكن ما كانت من اهتماماتي حقيقه. حفظت الحين بيت حاجه؟ حفظت كثير. حفظت كثير طبعا. وبعدين بستمتع لما نسمعه، لما نقراه، لما نسمع قناه وكده. الحين بيت ده شعره كثير كده يعني ما بس حفظه صعب. من شنو من شعره قاعد تحبه شعر الحين بيت؟ شعره من قصيده. يعني مثلا ام الحسن، ام عبد الرحيم، يعني كثير من الاشعار. بالمناسبه صلته بك ما تاثرت بوجودك في الجهاز؟ ما تاثرت، على الرغم من انه كنا طلع من البلد يعني طلع كنا قاعد نقبضه مثلا، لكن ما تاثرت. يعني مثلا حميده في اخر انتخاباته كان مرشح، يعني كان مرشح للمجلس التشريعي الولائي كويس. نحن طبعا كان عندنا مرشح ولاي، انا كنت مرشح في الدائره القوميه وكان مرشحنا الرئيس كده يعني. فقام قال لي يا اخي انا وناسي حسب ما يقول حنصوت للرئيس وحنصوت لك انت، لكن انا مرشح بصوت لناسي، فداير اتعاون معاك في الثلاثه دي انت والرئيس وانا كويس. احنا في نفس الدائره. فقلت له يا اخي احنا عندنا مرشح للرئيس وللقوميه ومرشح للدائره الولايه، ما في طريقه تعاون الا تنسحب تجي تدعم مرشحنا. قال لي لا انا مترشح. طيب قلت له اذا ما في طريقه نحن حنشتغل مع مرشحنا. قال لي طيب يا اخي انا ما حصوت لك وحصوت للرئيس. الحكايه دي مجان يعني؟ قلت له ما مجان، انت لانه ما عندك مرشح للرئيس ولا عندك مرشح للدائره القوميه. المهم ده نقاشنا طويل في الحكايه دي، وفي الاخير قال لي خلاص نحن وصلنا للاتي، انه هو يصوت للرئيس ويصوت للدائره القوميه، لكن ما هو حيشتغل لناسه، لكن نساعده في الحكايه دي. طلب فقط مساعده. كيف؟ مساعده. قال لي يا اخي تديني 5 عربات اشتغل بها الدائرة بتاعتي. فتجابدنا في 5 و3 و5 و3 وكذا، حنين وصلنا للصيغة انه
يصوت، ناس كلهم يصوتوا للرئيس، يصوتوا للدائرة القومية، لكن هو هو حيصوت لروحه طبعا. الحكاية دي يعني وصلنا لساعة معينة والله يرحمه. طبعا نقدر نقول انهم كنتوا صحبان يعني؟ ما صحبان، لكن كنا اولاد منطقة واحدة، ما صحبان، كان عندنا علاقة طيبة مع بعض. وين المهندس في صلاح؟ اشتغلت هندسة في أول حياتي العملية. وين؟ اشتغلت في شركة خاصة، وبعد ذاك انتقلت للجهاز يعني. شنو كده نقدر نقول دي من معالم صلاح المهندس؟ نقدر نتذكر حاجة؟ اشتغلت هندسة كثيرة. أصلاً ما اشتغلت كثير. اشتغلت يعني، اشتغلت في بعض البيوت هنا في. ما اشتغلت في بنك التضامن؟ لا ما اشتغلت. ما اشتغلت؟ بنك التضامن ما اشتغلت، في العمارة المبنى بتاعه ده كنت المهندس المقيم. خليني اسالك عن عباره قال حسين خوجلي. قال الكوادر الامنيه كانت بتحرسنا هي اللي حكمتنا في الانقاذ. منو اللي كان حارس حسين خوجلي؟ وبعدين بقى حاكمه. حارس كانوا بيحرسوا الاركان بتاعتهم في الجامعات. لا منو اللي حارسه؟ منو اللي كان حارسه وبقى حاكمه؟ ما هسه الحكام معروفين، منو منهم كان بيحرس حسين خوجلي؟ الانقاذ مش فيها الكوادر الامنيه اخذت مساحات كبيره؟ شنو يعني؟ اكثر من الكوادر السياسيه. هو لا لو عم حسين قاصد كذا يعني. لا ما حسين خوجلي ذاته الناس اللي كانوا شغالين عمل امني ما الصفه دي ما خلاص يعني زول بس صفته امنيه وخلاص. حسين خوجلي ذاته في وقت من الاوقات كان ممكن يشغلوا كادر امني في الاتجاه الاسلامي في الجامعه يعني. ولا ضير في ذلك يعني. يعني ما في كادر كده ده كادر امني صفته امنيه مواصفاته فقط امنيه. التنظيمات دي الكادر الامني ممكن يبقى كادر امني، يبقى كادر سياسي، يبقى كادر دعوي، يبقى كادر نشر دعوه، وهكذا بكره امام جامع وهكذا. حسين برضه بيقول الحركه الاسلاميه لم تحكم بعد. ما صحيح، الحركه الاسلاميه حكمت وحاكمه الان. حاكمه برموزها وبناسها وكده، كيف ما حاكمه؟ اي سياسي جزء من تجربته السجن ليس بالضروره. ليس يعني بالضروره جزء من تجربته ليس بالضروره. صلاح واحد من الناس السياسيين الذين اعتقلوا. اعتقلته قبل الانقاذ؟ قبضوه قبل الانقاذ في مظاهره في ايوه في قبل الانقاذ في مايو. في مايو كم اخذت في السجن؟ ما كثير، 3 أسابيع. كنت شنو عامل الشغب؟ كنا شغالين في الاتجاه الاسلامي يعني. و 6 مارس طبعا النميري قام على الحركه الاسلاميه قبض الناس يعني. فنحن كنا من ضمن الذين تم احتغالهم يعني في 6 مارس. وقامت 6 ابريل وطلعنا. تجربه السجن بعد الانقاذ كيف كنت بتعيلها؟ نعم؟ تجربه السجن بعد الانقاذ كنت بتعيلها كيف؟ كان شنو؟ بتعيلها كيف؟ اول يوم في السجن بعد الانقاذ. اي زول سياسي ما متوقع انه يخش السجن يبقى غير واقعي. طالما هو سياسي يتعاطى السياسه يتوقع انه يوم يخش السجن ويطلع من السجن وما حقه الحكايه دي توجعه ولا تحرقه ولا ما. دي واحده من فواتير العمل السياسي. اي سياسي حقه يكون مستعد يدفعها. ما حقه الناس تتباكى انهم سجوني واعتقلوني. This is nonsense. اصل لو داير ما يعتقلوك وما يسجنوك وما تدفع فاتوره لنشاطك السياسي هتجنب عندها لك. السجن العمل وصلاح سجنوا فيه. صحيح، ولا غريبة في ذلك. الغريب شنو يعني؟ أنا المبنى ذاته اللي بنيته عشان أسجن فيه الناس مشيت قبضوني فيه. ما في مشكلة. ما جاتك مرارة ولا شعرت به؟ عادية الحكاية دي. كيف كنت بتتأمل كده الآن وخلينا عاين للتجربة السياسية عموما، تأملاتك فيها شنو في المشهد السياسي؟ الآن ولا لا؟ ما كنت في السجن. افتكر بتكون مواصله يعني ما مركز. والله شوف انا بفتكر انه ستيل البلد فيها فرص كبيره جدا. يمكن استثمارها وتوظيفها لصالح الاستقرار والتنميه، التنميه كلها، تنميه البشر وتنميه الوطن. في فرص متاحه ما زالت. لست من اليائسين. المستقبل في تقديري الان في 10 اكتوبر وفي الحوار ونتائجه وما إلى ذلك. صحيح
إذا كلنا، وقاصد بكلنا حكومة ومعارضة، وضعنا قضية الوطن نصب عيوننا وتنازلنا عن المزايدات، نستطيع أن نفتح فرصة جديدة لبناء وطن جديد. الناس بيقولوا إنه الناس وصلوا لنهايات توصيات للحوار، حتجالس في المؤتمر والحكومة حتتبناها، وبعد ذاك تشكل مؤسسات جديدة لتنفيذ هذه التوصيات. تقديري إنه الحوار وتوصياته والكونسبت اللي تخرج به التوصيات هي المهمة، هي المهمة. يعني الناس حيعمل شنو فيما بعد يوم 10/10، دي حكاية مهمة جدا. كويس. أنا أخشى إنه الحكومة والمعارضة الاثنين يكون غرضهم من ذلك إنهم يتقاسموا السلطة، يتقاسموا السلطة. إذا مشوا في الاتجاه ده ما بفتكر إنه هذا أفضل ما يجب أن يكون. أفضل منه إنه نتفق، يعني أصلاً كان شاوروني الناس الحكومة والمعارضة الاثنين إنه توصيات الحوار دي في حاجات مهمة جدا يتفقوا عليها الناس، اللي هي الثوابت اللي بتخلي التداول السلمي للسلطة، كيفيته، البيئة السياسية اللي بتتيح للناس يمارسوا نشاطهم السياسي بحريات معقولة، يعني القضايا الرئيسية اللي بتخلي في رضا، رضا بالبيئة السياسية، ليست إجماع لكن رضا. كويس. بعد ذلك الحكومة تشكل حكومتها، المؤتمر الوطني يشكل حكومته. أحسن للبلد إنه المؤتمر، يعني المعارضة ما تقول ادوني قسمة في ال... في ال... في ال... في ال... في, ال... في السلطة الجاية دي، تخلوا المؤتمر الوطني ده يقولوا مبروك عليك الحكومة، شكل الحكومة، نحن ده نبقى معارض. كويس. ويبقوا يخش البرلمان ناس المعارضة ديل يصروا إنه مشاركتهم تكون هي في البرلمان، لكن يبقوا معارض. ليه؟ احنا دايرين حكومة تنجز، ودايرين صدق في تنفيذ المخرجات دي. قاعد يقولوا لك اهل الغازي حاكمه لها 27 سنة. ما خلاص، نحن اهل الغازي حاكمه 27 سنة، نحن هسه دايرين نعمل فترة انتقالية ننفذ المخرجات دي. الفترة الانتقالية دي الحكومة والمعارضة ينفذوها ككونسبت وكرؤى. كويس؟ ما أنا دار أقول لك بصراحة شديدة جدا، الحكومة والمعارضة في بداية الحوار ده أنا في تقديري كل واحد كان بيزايد على الثاني. كويس. المعارضة بيقول نحن دايرين نفكك الحكومة، ودايرين يصلوا بالحوار لأنه يعملوا بيئة من خلاله يعملوا لإسقاط النظام، والحكومة فاهمة الحكاية. كويس. والحكومة بتقول يعني برضو هي عارفة الكلام ده، بتفكر في إنه والله حقه هي برضو تعمل لها فورم معقول يخفف الاستهداف ده لدرجة معقولة. ولذلك أنا أفتكر إنه الطرفين إذا نحن توافقنا على إنه دايرين نبدأ مرحلة جديدة لمصلحة البلد، المناسب فيها إنه نحن نعمل مؤسسات، هذه المؤسسات تستطيع أن تراقب، تستطيع أن تحاسب، تستطيع أن 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 تحمي القوانين، تستطيع أن يعني تحرص على إنها تراقب وتنفذ دولة القانون. طيب. كويس. ولذلك أنا أفتكر إنه المعارضة مشاركة ما تخش الحكومة جهاز التنفيذ، تخش الجهاز التشريعي. قالت دائرة الجهاز ده يبقى محل بتاع معلومات بس. ده كلام ما صحيح، ده كلام مش ما صحيح، كلام الظروف الآن غير مناسبة له. كيف؟ يا أخي نحن هسه في بلد في حارب في جبال النوبة، في حارب في النيل الأزرق، في السلاح منتشر في حتات كثيرة جدا. هسه ولا امبارح دقوا الدكاترة في
في مستشفى مدرمان. يعني المهدد الأمني الآن كبير جدا في ظروف الأمن فيها، في تحديات أساسية للأمن المباشر للمواطن، ما ممكن تضعف المؤسسات الأمنية، ما ممكن تضعف. يعني ما ممكن أزولك اللبني عن سلطات الجهاز في السودان دائرة تكون زي سلطات الجهاز في بريطانيا اللي هي تحديات الأمنية مختلفة، ما ممكن، لأن الظروف هناك غير الظروف هنا، التحديات هناك غير التحديات هنا. إذا أنت في جو لكن في التوافق السياسي، التوافق السياسي دي واحدة من مطلوباته الآن. التوافق السياسي ما لم ينظر للبيئة ومطلوباتها الآن بيكون الناس بينظروا ساكت، بيتصلوا في بيوته، في أمنهم المباشر، في حفاظ على ممتلكاتهم، في الحفاظ على أعراضهم. إذا انفرط عقد الأمن، أنت ما ممكن في ظل تحديات للأمن المباشر للمواطن تقول نحن نخفف من بيقولوا ده تخوف الناس. بس لا، ماذا نخوف الناس؟ ما هسا الناس بيتكلموا والناس بيقولوا دايرينه والناس بيسووا دايرينه وما في زول قاعد. آخر مرة زرت المؤتمر الوطني بتاعي، مشيت المقر بتاع الحزب بتاعي. طوالي أمشي المقر بتاع الحزب، ليس بالضرورة القيادي. أنا هناك في كل ما أمشي لدائرتي طوالي بمشي مقر. أنت نائب الدائرة عن المؤتمر الوطني، ما قاعد تمشي الحزب ليه؟ قاعد أمشي. مين قال لك ما قاعد أمشي؟ آخر مرة مشيت بتاعي. كثير قاعد امشي قريب، ما متذكر قريب. قبل العيد ما بتذكر متين بالضبط، لكن قبل العيد بمشي وبلاقي الناس وبزور القيادات وبتحاور معاهم وبلاقيهم وكده. اخر مره لقيت الرئيس بتين؟ ما قريب. يعني تقريبا اكثر. طيب القيادات بتلاقيهم كلهم يعني؟ بلاقيهم. سهله سالك الدروب عادي، الدائره بمشي له بلاقيهم. الانتخابات الجايه بتنزل مؤتمر وطني؟ عندك نية تنزل؟ إذا عندك نية تنزل تنزل مؤتمر وطني؟ إذا 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 عندني أن أنزل بنزل مؤتمر وطني، وما عندي أي اتجاه خلي المؤتمر الوطني. ما عندك؟ أنا زول أصيل في المؤتمر الوطني، ما حخليه عشان فلان وعلان وعلان، أصلا بخليه. ناس فلان ديل منو؟ واحد منهم أنت. علاقتك بالغنى كيف؟ ما قاعد أغني. نختم بالحياة، علاقتك بالغنى كيف؟ بحب الغنى بتاع الطنبور كده. يقول احنا ما عارفينك بتحب غنى الطنبور. في غنى الطنبور بتحب منو؟ بحب محمد النصري. في فنانين جداد كتار ظهروا في الساحه برضه بحبهم. بحب غنى النعام ادم كثير وهكذا. يعني تحديدا يا تغني كده، يعني مثلا محمد النصري ده انا ب أغنوة سوقني معاك يا حمام، طبعا كانت بتهز زول في بعد اتفاقية السلام. في وقتها كانت مؤثرة جدا. الأغنية الثانية أغنية نقلة. الأغنية الثالثة الثانية شنو؟ نقلة؟ ايوه الاغنية الثالثة يعني كثير الاغنيات. هسه انت فاجأتني يعني، لكن كثير. انت من الناس اللي قابلوا على وزن سكني معاك يا حمام، قابلت جون كيري من جه هنا. الناس اللي بيفتكروا برضه الجنوب ده مشى بدون واحدة من مشاكلنا الان حسن الظن او الطيبة الزايدة اللي كنتوا بتتعاملوا بها في موضوع الجنوب. كيف يعني؟ يعني برضه بدون مقابل. على الأقل يعني في حاجات كثيرة توعدت بها ما حصلت. من وين؟ من أمريكا. ما أنا وريتك. كنتوا قاعد تقولوا أسطه ماشي. لا أبداً ما صحيح. أها. ما صحيح. طالما هو ماشي نزل أصلاً خيارهم الانفصال، أخيراً الناس ما يقفوا في الاتجاه. لا ما صحيح. طيب الصحيح شنو؟ الصحيح إنه نحن كنا شغالين من أجل الوحدة. نحن كنا شغالين، يعني نحن شغالين من اجل الوحده. يعني مثلا نحن في الجهاز لحد ما الناس ديل فاتوا كنا بنصرف على مؤسسات الجهاز، وبنينا المؤسسات بتاعت الجهاز في الجنوب كاننا بل البنيناه للجهاز في الجنوب اكثر من البنيناه للجهاز في الشمال، كمغار، كضباط، كتدريب، كامكانات شغل، وكله من اجل انه نحن نربط الدولتين ببعض. فما صحيح انه الجهاز ماشي الجنوب ماشي خلاص في 60 زهيمان. الكلام ده ما صحيح. او انتباهها متاخره للجنوب.
نعم يعني انتبهتوا له متأخر كده؟ ابدا، الجنوبيين هم اللي اختاروا الانفصال، لكن الشماليين عملوا كل ما في وسعهم من اجل تحقيق الوحده. علاقتك بالجنوبيين كيف؟ علاقتي قويه، والسبب فيها مش لانه السبب فيها العلاقات الشخصيه، العلاقات الشخصيه. يعني مثلا اقول لك الجنوبيين دي لما كانوا هنا كنت بحرص انه ازورهم في بيوتهم مثلا. يعني ما في عيد جاء، كان كريسماس ولا عيد فطر ولا عيد ضحيه، انا ما سكت اولادي مشيت زرت ريك مشار ولا زرت سلفاكير ولا لامكول ولا اسمه منو هو دنجالور ولا مجاك، بمشي بعربيتي بسوق اولادي بعيد عليهم وبيجونا في البيت، ومرات كل جمعه بجيبهم ياكلوا قراصه وياكلوا من رقيقه في البيت، والحكايه دي بحرص عليها. فكنت بحرص اني اعمل معاهم كونتاكت خاصه في الاعياد في البيت، غير الشغل وغير السياسه وغير الحكايه دي. يعني الحكايه دخلت عليهم كثير جدا. ما اقدر اسال عن ثمار العلاقات دي، لكن خليني اسال عن البزنس. في الصوره انه صلاح قوش عنده قروش كثيره وتاجر سريع. يعني هذا كلام فارغ ساكت، ده الكلام اللي بيقولوه الناس اللي انا قاصدهم زي قبيل قبيل. يعني انا زول كنت موظف موظف دوله ونزلت المعاش وبقيت ما شغال في الحكومه، داير اكل عيش اكله كيف؟ ما الا مشتغل في السوق يعني. فمشيت اشتغل في السوق بس ذات زيت. تخيل انه زول كان موظف دوله ونزل معاش ومشي اشتغل في السوق، جيب القروش من وين؟ بس انت مغترب؟ انا ما مغترب، انا قاعد في البلد دي ولا حاقترب. مش مستقر في دبي؟ ما مستقر في دبي، قاعد هنا. وشنو طبيعه شغلك هنا؟ تجاره، بتاجر زي اعمل لك اعلان. اعمل لك اعلان. بتاجر اي حاجه، تشتري وتبيع، تشتري من هنا وتبيع هنا، وتشتري من هنا وتبيع هنا. تفتكر انه رجل الامن ممكن يكون تاجر شاطر؟ ليس بالضروره. صحيح العمل السوق برضه معلومات، عشان يكون عندك بزنس ناجح لو ما كان عندك انتليجنس ومعلومات ما بتقدر تشتغل او ما بتكون تاجر ناجح. ولذلك يعني عنده فرصه انه يكون تاجر ناجح، والانتليجنس بقت تخش في كل شيء في البزنس داخله. هسه لو مشيت في اي حته في العالم ده عشان تفتح حساب، بقى المؤسسات البنوك دي بقى عندها قسم اسمه الكومبلاينس. الكومبلاينس ده انتليجنس، انت لو تفتح حساب لازم اسمك ده يمشي الكومبلاينس ده ويعملوا التحري ويشوفوك انت منو وقروشك جايه من وين. It is not laundry, it is not terrorism, it is not ما فيها شغل هانكي بانكي زي ما بيقولوا. حتى بعد ذاك تو ابروف ات، ات از انتليجنس وير. بقى عندهم داتا بيز، وفي شركات بقت ده شغلها. هسه انا لو داير اشتغل لي صفقه مثلا بتاعت ذهب مثلا مع شركه في 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 اثيوبيا، ما لازم تجيب اسم الشركه وتشوف البروفايل بتاعها وتشوف في شركات متخصصه تديك معلومات عن الشركه دي، هل شركه حقيقيه ولا وهميه ولا عندها شغل حقيقي ولا مستهبلين. فبقى يعني نقدر نقول صلاح كوش تاجر شاطر يعني؟ لا لا، ما تاجر شاطر، انا تاجر عادي، وتاجر عادي عشان اكل عيش ما عشان اغنى. الجواب قال له الزمن انتهى، لكن سؤال، الكتابه قاعد تقرا فيه الايام دي شنو؟ الغريبه بقرا في كتاب البرايت مذكراته. تهتم بالمذكرات بتاعت السيارة؟ خالص، المذكرات والكتب المترجمة عن تجارب الغربيين ديل مفيدة جدا. الكتب الثانية اللي بقراها مش كتاب كاتبه زول، بحوث بتاعت مراكز دراسات. يعني مثلا لما تقرا عن الإرهاب كويس، ما بتقرا كتاب كاتبه فلان، بتمشي مراكز البحوث بتعمل سيشنز بيجي فيها عدد من الناس بيقدم اوراق بيطبعها في كتاب. دي المفيده. حتكتب مذكرات؟ ما قاعد اكتب مذكرات. عندك نيه؟ لسه بدري على الكتابه. عندك نيه تكتب اي شيء؟ لا ما عندي نيه. ما خايف على الاحداث تسقط؟ ما تسقط. الزول ينساها؟ ما لي عليها انا، ما تسقط. كيف ما لك عليها؟ اصل الغربيين ما بيكتبوا تجاربهم، ما تكتب ما خلاص يعني، قلت لك لسه ما بقينا على الحكايه دي. انا شاكر لك. شكرا جزيلا. ان شاء الله ما اكون ضايقناك. لا لا ضايقتني كثير. انتهت ولا لسه؟ شكرا للساده المشاهدين الحقيقه. طبعا يعني طبعا طلعت من السيد الفريو وصلاح قوش ما داير يعني تقول لنا الحوار بين الخاص والعام
وهكذا كان هذا الحوار بين الخاص والعام. شاكر له كثير على تشريفه واستجابته، وشكرا للسادة المشاهدين حتى ملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.